السلام عليكم. اليوم نروح لولاية وهران لنقف على الأشغال أنت هذه الإقامة السكنية الجديدة التي تقع بالقرب من الواجهة البحرية أنت مدينة وهران، الواجهة الجديدة، الامتداد أنت الواجهة ما اسمها بالفروندمير، وهنا رانا في الامتداد أنت هذه الواجهة في المنطقة المسمى لفرانج ماريتيم، وهي في تنتمي إلى الواجهة البحرية ككل، يعني الواجهة البحرية تاع مدينة وهران. فيه بعدة إقامات جديدة بطراز معماري رائع، سوف يكون لنا فرصة باش نتكلم على هذه المشاريع الجديدة اللي انطلقت مؤخرا بتصاميم رائعة، تصاميم يعني تخرج عن المألوف، يعني عن ما ألفناه من قبل، فيه أفكار جديدة في ميدان التصميم تتماشى مع ما هو موجود في الدول الأخرى. نترككم تتابعون إذن هذه الفيديو حول هذه الإقامة السكنية الجديدة عند الواجهة البحرية لمدينة وهران. تركم تتابعون، والسلام عليكم.